السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر الجولة 12 من الدوري الإسباني بداية من اليوم الجمعة الموافق 28/10/2022 بإذن الله تعالى. متابعين الكرام لأول مرة تزورون القناة، انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك وسبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. الفيديو كالعادة بتوقيت مصر وليبيا والسودان، لو عايز توقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا من فضلك زود ساعة، لو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، لو عايز توقيت تونس والجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة، ولو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين. متابعينا الكرام، البداية اليوم الجمعة 28/10/2022، نادي مايوركا هيلعب أمام إسبانيول الساعة 9 مساء بتوقيت مصر 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المباراة هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1، القناة بين سبورت الأولى هي القناة الناقلة لمعظم مباريات الدوري الأسباني، والمعلق هو مدر اليوسف. متابعين الكرام، بعد كده يوم السبت الموافق 29/10/2022 الميريا هيلعب أمام سيلتا فيجو الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر، الساعة 1 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. قادش هتلعب أمام أتلتيكو مدريد الساعة 4:15 دقيقة أو 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت مصر، الساعة 5:15 دقيقة أو 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 3:15 دقيقة أو 3:15 عصر أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. إشبيلية هتلعب أمام رايو فاليكانو الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وختام يوم السبت فالنسيا في مواجهة برشلونة مباراة قوية الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. المباريات على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه، ما عدا مباراه فالنسيا وبرشلونه هكون على قناه بي ان سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه وبي ان سبورتس اتش دي 1 بريميوم الاولى بريميوم. يوم الاحد 30/10/2022 اساسونا تلعب امام بلد الوليد الساعه 3 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعه 4 عصرا بتوقيت مكه المكرمه، والساعه 2 ظهرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. ريال مدريد هتلعب امام جيرونا الساعه 5:15 دقيقه او 5:15 مساء بتوقيت مصر، 6:15 دقيقه او 6:15 مساء بتوقيت مكه المكرمه، والساعة 4:15 دقيقة أو 4:15 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أتلتيك بلباو هتلعب أمام فياريال الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وفي الختام اليوم الأحد ريال سوسيداد في مواجهة ريال بيتيس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. مباريات يوم الأحد كلها هتكون على قناة بين سبورتس اتش دي 1 الأولى العادية. بالنسبه لمباراه ريال مدريد وجيرونا ممكن تذاع على قناه بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم مع بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه. اخر مباراه في الجوله 12 يوم الاثنين 31/10/2022 اليتشي هتلعب امام ختافي الساعه 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت مكه المكرمه، 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب على قناه بين سبورتس اتش دي 1 الاولى العاديه. اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.